السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء. سجلت لكم فيديوهات كاملة على أصوات العلة حتى تقدر تفتهم أصوات العلة، حتى يعني من نبدأ إن شاء الله بأصوات الباول بعد ما تقرأ اللي راح أقول لك عليه. طبعا ثلاث محاضرات لنا، بس شوي حتى ما يصير إن هو استدمى جيتهم كلهم، راح يصير المحاضرات يعني ثلاثة، يصير المحاضرة واحدة، ان ثلاث محاضرات دمجت الاصوات العله، كل مجموعه واحد ان ثلاث مجموعات ثلاث انواع دمجتهم كلن حتى تعرف شنو يعني اصوات العله، حتى ابلش لك شرح بالفصل الثاني ان شاء الله. ناخذ هذا الصوت، شنو هذا الصوت؟ يا صوت وين يوجد؟ بيا امثله زين، هذا صوت ايضا مهم، وايضا نحتاج الشكل ايضا هذا نحفظه، ام ان شاء الله راح نتعرف عليه يعني بعد محاضره بعد فصلين ثلاثه ان شاء الله، ناخذ عليه ان شاء الله بعد تفاصيل. بس هسه يعني vowel sound اصوات العله، خلينا نعرف شنو اصوات العله، ايش قد عددهن، شنو تقاسيمهن. فخليكم ويانا وخلينا نبدي نشرح مجموعه مجموعه. السلام عليكم. short vowels اصوات العله القصيره. اخوان اول شغله عددها سبع اصوات، ايش قد عددهن؟ الاصوات العله القصيره عددهن سبع اصوات. زين، اول صوت هذا تفهم علي شلون احفظ الصوت، شلون اضبط الصوت، لازم احفظ عليه امثله، كثر الامثله تخليني افهم الصوت. يعني هذا الصوت شنو هو ما اعرف، فخلي اقرا الكلمه sad sad cat cat that that. اذا انا استنتج شغله انه دائما هذا الصوت هو الصوت اي او الحرف اي بالكلمه sad. اذا sad 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 cat، شوف هذا الحرف احنا لفظناه ك بالرسم الصوتي، كتبناه ك، يعني انا شلفظ بالصوت بالرسم الصوتي اكتب. تمام تمام، اعيد، الصوت اللي الفظه اكتبه، مفهوم ان شاء الله؟ هذا بالنسبه للشورت فاول اللي هي اصوات العله القصيره. اوكي، هذه اول مجموعه. زين، هسه هذا الصوت قلنا شلون احفظه؟ بالتكرار. شلون؟ بالتكرار، اقول ساد الفظها اكتب اكتب الصوت. بالمناسبه الكلمه او الصوت اللي ما بيذن الاثنين هذا مو صوت. هسه انا طبعا هنا ناسي هذني شارحتين، اذا ما تخليهن ذني اعتبر هذا مو صوت، فلازم تكتب ذن الاثنين. اذا ما تكتبهن بالرسم الصوتي الاستاذ ينقصك خطا، هذا مو رسم صوتي. زين، عندي cat that. اذا انا عرفت ان الصوت من كلمه sad، لان انا حفظت sad على الكلمه على الصوت. تمام، زين، هذا اول صوت. شلون اقرا؟ اكتب الصبح الظهر، اظل اعيد بي 10 مرات 20 مره 30 مره، بالبدايه تواجه صعوبه بعدين راح تكون عليك سهله بالله العظيم، بس اهتم بالموضوع وركز شوية واقرأ وصدقني راح تقدر. ثاني صوت عندنا هذا الصوت ما أعرف أقرأ، أروح على الكلمة مالته tan tan dad man 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 رجل، هذه man هذا الصوت شوف man 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 رجال، واضح؟ يعني هسه هذه الكلمة لو أي كان صارت بهذا الصوت، لو صوت اي، ليش؟ لان صوت الاي بالوسط دائما يصير هيك برسم صوتي مالته. تمام، هذا ثاني صوت. ثالث صوت up up cat sun. شوف يعني لازم تحفظ امثله اخوان، انت الصوت ما تقدر ساعه الساعه تقدر تقوم تميز بين هذا الصوت وذاك الصوت، بالبدايه صعبه عليك، كلش صعبه، مو بس صعبه بالبدايه، بس بعدين لا راح يصير عليك سهله. فانت بالبدايه احفظ امثله، يعني احفظ هذا الصوت هذه الامثله مالته. عندنا هذا الصوت اخر بيل هيت ست، شوفي شوف ذاك سات، هذاك ابو الاي سات، هذا ست سيت داون. زين، هذا الصوت عندي، هذا الصوت شنو؟ ما اعرفه. شلون اميزه من خلال الامثله، فلذلك انصحكم تحفظون الامثله اول خطوه، بعد الأمثلة راح أروح نسمع الأصوات من يعني من قنوات أجنبية، أيضا راح أدزلكم الرابط، والروابط كلها موجودة بهذه الملزمة، يعني اللي يحب
يقدر يشتري هذا الملزمة إن شاء الله ومناسبة، وبيها أيضا بيها شوف هذا البرنامج، وشوف يعني هذا البرنامج هو ينطق الأصوات كليتين، يعني شوف هسه هذه مثلا هذا الصوت، هذا تترك على هاي بلاي راح يشتغل الصوت. اسم البرنامج Speak English Pro. زين شوف هذا الصوت، قلنا الخامسة Tab Cart Boxes أو سوري Box مو Boxes Box Box. زين عندنا صوت الشواء سادسا، صوت الشواء هذا دائما بالأخير letter 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 from from figure. شوف هذا اللون الأحمر شوا figure figure. زين وعندنا هذا الصوت آخر صوت، انتبهم عليه يا أخوان، أنا هسه أقدر أنطق لك إياهم كلهم بس راح تخربط بيهن، فأنا ما أريد أدوخك. الخطوة الأولى مجرد أحفظ لكل صوت ثلاث أمثلة وأنطقهم صح، وبعدين وراها راح نسمع الأصوات ونراجعهم مرة ثالثة راح نفهم الأصوات كلهن. بوك بوك كوك بوت بوت. تمام. إذن هذا الصوت هيك نكتب دائما او او، هذه أول مجموعة اسمهن short vowel جدا جدا مهمة، عددهن 7. السلام عليكم، اليوم long vowels أصوات العلة الطويلة. أخوان أصوات العلة القصيرة عددها 5 أصوات بس. زين هذا 5 أصوات سهلة إن شاء الله سهلة، بس مثل ما قلتكم أكو بيهن سهلات حيل ما يحتاج لهن أي شيء، بس لازم تحفظ أمثلة بالبداية. أول خطوة لازم أحفظ أمثلة، راح تقول لي شلون؟ أقول لك تحفظ لكل صوت 3 أمثلة، تحفظ الصوت الكلمة مالته الرسم الصوتي، هذا واحد، هاي 2 وهاي 3، 3 أمثلة تحفظهن وتحفظ الكلمة مالتهن، بحيث لما نشوف هذا الصوت تقول هذا الصوت الكلمات مالتها هذن 3 1 2 3. راح تقول الأستاذ شنو استفاد من عندهن؟ لا حبيبي صدقني تستفاد، بالله العظيم تستفاد، بس احفظهن وخطيتك برقبتي، احفظهن بالبداية أول خطوة. الخطوة الثانية تعال علي تابع الفيديوهات وشوف شلون راح تستفاد من عندهن. خلينا نبلش بأول صوت، صوت الثامن من أصوات العلة، ويعتبر هو الصوت الأول من أصوات العلة القصيرة العفو الطويلة. عندنا أول صوت ما أعرف، خلنا نقرأ الكلمة مالتي. ميت ميت إيت. إذن هذا صوت الإي. ميت إيت كي كي. إذن هذين الحرفين نقرن هذا الصوت إي. زين هذا الصوت شنو؟ ما أعرف، خلي يقرأ الكلمة مالته. هارد هارد. انتبهوا علي، هذا ما تنقري هارد، هذه تنقري هارد هارد. انا طبعا احكي لك لهجه بريطانيه. هارد. ستارت ستارت ستارت. كات كات. شو يقولون؟ كارت كات كات. تفهم عليه واضح اخوان؟ كات. هذن الاي والار هذا الصوت اللي هو يا صوت صوت الا كاد. زين هذا الصوت شنو؟ ما اعرفه، خلي اقرا الكلمه مالته. بول بول بول. سبوت سبوت. اذا هذا صوت الاو سبوت. هورس هورس. اخوان الراء ما يلفظ، الراء ما يلفظ خصوصا اذا اجى بعد كونسوننت، يعني هذه مو تنقال سبورت ولا تنقري هورس، هذه تنقري هورس هورس. This is my horse. That is a good horse. That's European horse. زين هذا الصوت شنو؟ ما اعرفه، خلي اقرا الكلمه مالته. bad word sir sir. واضح؟ bad word س. زين إذن عرفت هذا صوت شنو؟ bird اي bird bird word. تفهم عليه اخوان؟ اعيد واكرر، راح تبقى تخربط بالاصوات، راح يكون اكو هواي خربطه وما تميز بيناتهن،
بس اول خطوه احفظ الامثله وراح نعطيك ملاحظات تفيدك فائده مو طبيعيه. هذه الملاحظات هي اللي راح تخليك تميز بين هذا الصوت عن ذاك الصوت. واخر صوت باللونج صوت ال شنو ما اعرفه، خلي اقرا خلي اقرا لكم مالته. يو تو بول او تو 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 يو يو. اذا يو او تو بول. اذا هذا صوت الاو تو او او. واضح؟ زين بالبدايه راح ابقى اخربط باحفظ امثله وراح اقدر اسيطر عليه. هذه اللونج فاول انتهن، نشوفكم بالمحاضره القادمه. هذه المنزله طبعا مرتبه ان شاء الله ترتيب حلو عجبتكم. اللي يحتاج الملزمة إن شاء الله ما نقصر إياه، ويتفضل علينا على الخاص على قناتي على تليجرام موجودة بالوصف وموجودة بأول تعليق على اليوتيوب. السلام عليكم. اليوم عندنا الدفثونج اللي هي المجموعة الثالثة من أصوات العلة. طبعا أنا شرحت قبل اللونج فاول أصوات العلة الطويلة والشورت فاولز أصوات العلة القصيرة. اليوم راح نشرح الدفثونج ونقول شنو هو الدفثونج. بالبداية عددهن ايش قد؟ عددهن 7. الدفثونج عددهن 7 أصوات. خوش كلام. زين الدفثونج بس بيهن تقريبا صوت أو واحد شوية بيهن مشكلة، أما البقيات فكلش كلش سهلات. ومثل ما قلت لك وأرجع أقول لك أحفظ الأمثلة، بس صدق صدق بعد ما تحفظ الأمثلة راح أشوفكم فيديوهات لمواقع أجنبية ينطقون كل صوت، وعلى البرنامج اللي انا قلت لكم عليه اللي هو اسمه Speak English Pro Pronunciation، يعني هذا ينطق كل صوت ونطقه وينطق امثله عليه، شوي شوي راح يتميز صوت عن الصوت. مع انه انا يعني راح انطيك هذين الاصوات وراح انطيك ايضا البرنامج وراح اشوفك مواقع اجنبيه وراح انطيك ملاحظات، يعني اذا بعد كل هذا الشيء وما قدرت تتميز بيناتهم والله ما اعرف شو اقول لك. بس انا متاكد راح تميز بيناتهم، لان انا هم كنت ما اميز بيناتهم، سويت هذين ثلاث خطوات الحمد لله قمت اميز بهن. الخطوه الاولى حفظت امثله لكل اصوات، عرفت ان هذا الصوت كلمات ثلاثه مرات هذين ثلاثه، فانا هاي اول خطوه. الخطوه الثانيه سمعت للبرنامج يعني. الخطوه الثالثه سمعت المواقع الاجنبيه، هم راح اشوف لكم اياهن اني. واخر خطوه اني سويت لكم ملاحظات، انا قبل كنت ما اعرف ملاحظات، بفضل الله سبحانه وتعالى مو الي انا واصدقائي اللي وياي اللي درسنا بالصوت بالمرحله الاولى واجهنا صعوبه كلش، فلذلك طلعنا ملاحظات. هذه الملاحظات طورتها اني وبحثت عليها وسهرت عليها وتعبت عليها وسويتها، راح تشوفونها ان شاء الله بالمحاضرات القادمه وموجوده بالملزمه كامله. ومثل ما قلنا اللي يريد الملزمه ان شاء الله ما نقصر وياه، يقدر يتواصل ويانا وان شاء الله ان شاء الله ما نقصر ويا احد. زين بالبدايه قلنا هذا الصوت شنو ما اعرفه، اقرا الكلمه مالته. نيا هي ear يعني ear، اذن طبعا الراء ما يلفظ مثل ما قلنا. هذا الصوت شنو ما اعرفه. بوا دوا شوا، اذن اجين مره اخرى. بوا دوا دوا شوا، إذن هذا صوت أوا. زين شنو هذا الصوت؟ العفو هذا الصوت شنو؟ ما أعرفه. خلنا نقرأ الكلمات. إذن وا وا ذا ذا. تفهم علي يا إخوان، هذا الصوت وهذا الصوت. شوف هذا الصوت إيا نيا هي، هذا بكسرة. شلون بكسرة؟ مثل الكسرة يعني، والعفو مو كسرة بس يعني الهمزة تكون جوا الألف من نريد نقول إيا مو نقول أيا. أما هذا الصوت فإي أيا، هذا إيا، هذا شنو هذا؟ إيا هذا أيا. وطبعا اللي عنده ملاحظة يقدر يضيفها بالتعليق إن شاء الله نستفاد من عنده، يعني إحنا نبقى كلتنا متعلمين إن شاء الله. بس إحنا مثل ما قلت لكم بالبدايه احفظ الامثله، اول خطوه هذه. حتى لو انت لفظك غلط اخوان، حتى لو ما تعرف تلفظها صح، يعني حتى لفظ ما تحتاج بالبدايه، بس نطقها العفو بالبدايه، بس احفظ امثله. بالخطوات القادمه
مع الملاحظات ومع الاستماع راح تميز صوت عن صوت الاخر. زين، اذن هذا اني احفظ ثلاث امثله وتمام، لاني ثلاث امثله لكل صوت. الحفظ كتابه، اكتب الصوت والكلمه والرسم الصوتي، الصوت والكلمه والرسم الصوتي تكرارهن 10 مرات 20 مره، اكتبهن اتدرب عليهن الى ان اعرفهن. زين، عندي هذا الصوت ما اعرفه، خلنا نقرا كلمه مالت. name late fail. اذا ارجع الصوت صوتي الاي، شلون عرفته؟ من خلال الكلمه، لذلك يقول لك احفظ الكلمه. name، اذا هذا صوت الاي. زين، late، هذا الصوت عفوا late. fail، اذا هذا صوت الاي. تمام، نجي على هذا الصوت الاي او عفوا صوت ما نعرف نقرا عفوا. سايد كراي، شوف هذا الصوت حرف السي يلفظ ك، لذلك برسم صوت كتبناه ك. كراي ماي. زين، اذا هذا صوت الاي، شلون عرفت هذا صوت الاي؟ من خلال هذه الكلمه، عرفت انه هذه الكلمه بها صوت، هذا صوت الاي ينكتب هيك، اذا عرفت انه هذا الصوت ينقري او هذا الصوت ينقري اي بسبب هذه الكلمه، لذلك دا اقول لك احفظ الكلمه على ما تذكر الصوت، ومن تشوف الصوت تذكر الكلمه، يعني راح يصير عندك ربط بين الكلمه وبين الصوت، وبالتالي راح يصير عندك هذا الصوت، راح تقول هذا الصوت يا هو صوت الاي اي، ترجع للكلمه مالته، انت عندك دليل، عندك دليل، عندك مفتاح حل، عندك شلون مثل ما تقول قاعده، عندك مثال، يعني من تشبك ويا الصوت راح ترجع على الصوت تقول هذا الصوت هو هذا، ها هذا صوت هذا مال الكلمه الفلانيه هيك، يعني انا اربط الصوت بالكلمه على مود اتذكر الصوت هيك، لذلك يقول لك احفظ الامثله. زين، هذا الصوت شنو؟ ما اعرفه، اقرا الكلمه مالته. باي باي، فايز فايز، كاين كاين. اذا هذا شنو؟ اي، صوت الاي باي. زين، هذا الصوت شنو؟ ما اعرف، خلي اقرا الكلمه. هوم هوم، ماست ماست، جو جو. اذا هذا صوت الاو او او، هذا اي هذا او، هذا كاو كاو، ما اعرف الصوت، اقل كلمه كاو. اذا هذا صوت الاو. زين، لعد هذا شنو؟ هذا هذا اي، هذا كاو او، هذا شنو؟ هوم هوم، موست موست، سوري موست، go صوت ال o. زين، cow cow cow، شوف هذا ينلطق ك، كتبناه ك. house house، out out out. إذن لهنا ينتهي الديفثونج. طبعا اخوان مثل ما قلنا احفظ امثله ما وصيك بعد، وان شاء الله احنا حاضرين، واي سؤال واللي عنده ملاحظه او شيء يقدر يضيفه بتعليق، وان شاء الله يا ربي موفقين.